أهلا وسهلا فيكم بحلقات تعلم النطق السليم للغة السويدية. معكم مازن وأكيد زميلتي ماريا كمان معكم. الحلقة اليوم رح تختص بمجموعة كلمات وجمل تستخدم بشكل يومي، نتمنى أنكم تسمعوها بشكل صحيح ونحاول أنه نحفظها ونعيدها مع زميلتنا ماريا. هاي الكلمات رح نستخدمها بشكل كتير كبير بشكل يومي، هاي الكلمات مهمة كتير، نتمنى أنكم تحاولوا تحفظوها. رح نتعرف عليهم مع بعض. مرحبا مازن، مر وقت طويل منذ أن التقينا أخيرا. إذن رح نقول مرحبا مازن، لقد مر وقت طويل منذ أن التقينا أخيرا. هاي مازن، det var länge sen. هاي مازن، det var länge sen. كيف الأمور معك؟ كيف الأمور معك؟ Hur är det med dig? Hur är det med dig? الإجابة نعم إنها بخير. نعم إنها بخير. جو ده برا. جو ده برا. هلا أنا بدي أسأله للشخص الثاني، بدي أسأله عن أمور تبعه كمان. رح أقول وأنت. وأنت. أوك دو شيلف. أوك دو شيلف. الإجابة رح تكون كل شيء على ما يرام. كل شيء على ما يرام. ألت أبرا. ألت أبرا. هلا ممكن يكون ترحيب بطريقة تانية. أهلا. شينغ. شينغ. كيف وضعك أو كيف حالك؟ هور لاجت. هور لاجت. ممكن تكون الإجابة ممتاز. بيرفكت. بيرفكت. أو ممكن تكون الإجابة تحت السيطرة. أندر كنترول. أندر كنترول. أو ممكن الإجابة تكون جيد. برا. برا. أو ممكن تكون نوعا ما جيد. نوعا ما جيد. ganska bra. ganska bra. ممكن تكون الإجابة ليس جيدا تماما. ليس جيدا تماما. sådär. sådär. أو ممكن تكون غير غير جيد. غير جيد. inte så bra. inte så bra. رح ننتقل لسؤال ثاني. كيف حالك او كيف تشعر؟ hur mår du? hur mår du? الإجابة انا بخير. انا بخير. jag mår bra. jag mår bra. هلا سؤال ترحيب ثاني. مرحبا. hey. hey. الإجابة اهلا. اهلا. نمن هي. نمن هي. سؤال ماذا ستفعل هذه الايام؟ ماذا ستفعل هذه الايام او ماذا تفعل هذه الايام؟ vad gör du nu om dagarna? vad gör du nu om dagarna? انا ادرس في الجامعه. انا ادرس في الجامعه. jag pluggar på universitetet. jag pluggar på universitetet. إجابة ثانية. لقد اشتريت سيارة وأنا أصلحها. لقد اشتريت سيارة وأنا أصلحها. jag köpte en bil och jag mekar med den. jag köpte en bil och jag mekar med den. هلا سؤال ثاني أو ممكن حوار. يا له من جو لطيف. يا له من جو لطيف. Vilket fint väder idag. Vilket fint väder idag. هلا انا ممكن تابع الحديث معه واقول له نعم انه كذلك، يعني بقصد على الجو. نعم انه كذلك. Ja, det är det. Ja, det är det. سؤال اخر، ماذا ستفعل بعد الظهر؟ ماذا ستفعل بعد الظهر؟ Vad tänker du göra på eftermiddagen? Vad tänker du göra på eftermiddagen? هلا هو حيسأله أنا أود دعوتك على كوب على كوب قهوة إن كان لديك وقت. أنا أود دعوتك على كوب قهوة إن كان لديك وقت. Jag kan bjuda dig på en kopp kaffe om du har tid. Jag kan bjuda dig på en kopp kaffe. Om du har tid. إجابة رح تكون بكل سرور.
بكل سرور. gärna. gärna. هلا سؤال آخر، هل لديك ارتباط ما مساء يوم الجمعة؟ هل لديك ارتباط ما مساء يوم الجمعة؟ Vad gör du på fredag kväll? Vad gör du på fredag kväll? الإجابة ممكن تكون ليس شيئا مميزا، يعني بما معنى ما في شيء كتير مهم عندي، فالمعنى إلى بالسويدي حتكون Inget särskilt. Inget särskilt. هلا حيسأله سؤال آخر، ما رأيك في فنجان من القهوة في مطعم لاماندا؟ ما رأيك في فنجان قهوة في مطعم لاماندا؟ Vad säger du om en kopp kaffe på Lamanda restaurang? Vad säger du om en kopp kaffe på Lamanda restaurang? رح يجيبه، إذا نلتقي الساعة الثامنة في مركز المدينة عند أولينز. إذا نلتقي الساعة الثامنة في مركز المدينة عند أولينز. Vi ses klockan 20 på T-centralen vid Åhléns. Vi ses klockan 20 på T-centralen vid Åhléns. هلا ممكن تكون بدال القهوة ممكن تكون بده يعزم على الغداء، فبيقول له إني أفكر في دعوتك على الغداء في بيتي اليوم يوم السبت، فما رأيك بذلك؟ فإذا إني أفكر في دعوتك على الغداء في بيتي يوم السبت، فما رأيك بذلك؟ Jag tänker bjuda dig på lunch hos mig på lördag. Jag tänker bjuda dig på lunch hos mig på lördag. Vad säger du om det? Vad säger du om det? الإجابة أنا أشكرك وأقدر هذا كثيرا. إذا مرة ثانية الإجابة اللي حتكون أنا أشكرك وأقدر هذا كثيرا. أنا أشكرك وأقدر هذا كثيرا. Jag tackar och uppskattar det. قول هي تأكل طعام. هي تأكل طعام. Hon äter mat. Hon äter mat. هما ينظران إلى التلفاز. هما ينظران إلى التلفاز. طبعا ذكر كلمة هما فهو المقصود فيها هم، فلح يكون اللفظ De tittar på TV. De tittar på TV. الجملة اللي بعدها نحن نتكلم اللغة السويدية. نحن نتكلم اللغة السويدية. Vi talar svenska. Vi talar svenska. عمري عمري فإذا هي أنا. عمري 50 عاما. Jag är 50 år. Jag är 50 år. ذكر كلمة أور بعد الفمتي فهي دليل العام. أور يعني عام. أنتم تعيشون في ستوكهولم. أنتم تعيشون في ستوكهولم. ني بور في ستوكهولم. ني بور في ستوكهولم. عندنا طفلان. عندنا طفلان. ذكر كلمة عندنا فهي المقصود فيها نحن، فحتكون الجملة Vi har två barn. Vi har två barn. أنا أدرس اللغة السويدية. أنا أدرس اللغة السويدية. Jag studerar svenska. Jag studerar svenska. نحن نتمشى. نحن نتمشى. Vi promenerar. Vi promenerar. هم يلعبون كرة القدم. هم يلعبون كرة القدم. De spelar fotboll. De spelar fotboll. هي تشرب الماء. هي تشرب الماء. Hon dricker vatten. Hon dricker vatten. هي تطبخ طعاما. هي تطبخ طعاما. Hon lagar mat. Hon lagar mat. هو نائم.
هو نائم. Han sover. Han sover. أنت تكتب. أنت تكتب. Du skriver. Du skriver. هم يبحثون عن شقة. هم يبحثون عن شقة. De söker lägenhet. De söker lägenhet. هي تعمل في مالمو. هي تعمل في مالمو. Hon arbetar i Malmö. Hon arbetar i Malmö. أنا أشتري جاكيت. أنا أشتري جاكيت. Jag köper en jacka. Jag köper en jacka. نحن نقرأ كتابا. نحن نقرأ كتابا. Vi läser en bok. Vi läser en bok. أنت تدفع نقدا. أنت تدفع نقدا. Du betalar pengar. Du betalar pengar. هي تجلس على الكرسي. هي تجلس على الكرسي. Hon sitter på stolen. Hon sitter på stolen. هم يركضون إلى الخارج. هم يركضون إلى الخارج. De springer ut. De springer ut. أنا أستيقظ الساعة السابعة. أنا أستيقظ الساعة السابعة. Jag vaknar klockan sju. Jag vaknar klockan sju. ما اسمك؟ ما اسمك؟ Vad heter du? Vad heter du? اسمي ماريا. اسمي ماريا. Jag heter Maria. Jag heter Maria. أين تعيش؟ أين تعيش؟ Var bor du? Var bor du? أنا أعيش في جنوخو. أنا أعيش في جنوخو. Jag bor i Gnosjö. Jag bor i Gnosjö. هل أنت متزوج؟ هل أنت متزوج؟ Är du gift? Är du gift? نعم أنا متزوج. نعم أنا متزوج. Ja, jag är gift. Ja, jag är gift. أو ممكن يقول لا أنا لست متزوج. لا أنا لست متزوج. Nej, jag är inte gift. Nej, jag är inte gift. طبعا استخدامنا للفعل دو أو للضمير عفوا دو هذا دليل أنه يستخدم للمذكر وللمؤنث يعني أنت وأنتي. رح ننتقل للسؤال اللي بعده. ما اللغات التي تتحدثها أو ماذا تتحدث؟ Vad talar du för språk? Vad talar du för språk? أنا أتحدث العربية وقليلا من الإنجليزية. أنا أتحدث العربية وقليلا من الإنجليزية. Jag talar arabiska och lite engelska. Jag talar arabiska och lite engelska. السؤال اللي بعده كم إخوة لديك؟ كم إخوة لديك؟ المقصود فيهم شباب وبنات يعني المجموع. Hur många syskon har du? Hur många syskon har du? لدي ثلاث إخوة. لدي ثلاث إخوة. Jag har tre syskon. Jag har tre syskon. كم أخ؟ أخ كشاب. كم أخ لديك؟ كم أخ لديك؟ Hur många bröder har du? Hur många bröder har du? لدي أخ واحد. لدي أخ واحد. Jag har en bror. Jag har en bror. كم أخت لديك؟ كم أخت لديك؟
Hur många systrar har du? Hur många systrar har du? لدي أختين. لدي أختين. Jag har två systrar. Jag har två systrar. السؤال اللي بعده من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ المقصود فيها من أي بلد؟ Varifrån kommer du? Varifrån kommer du? أنا جئت من سوريا. أنا جئت من سوريا. Jag kommer från Syrien. Jag kommer från Syrien. كم طفل لديك؟ كم طفل لديك؟ Hur många barn har du? Hur många barn har du? لدي أربع أطفال. لدي أربع أطفال. Jag har fyra barn. Jag har fyra barn. كم طفلة لديك؟ طفلة كفتاة. كم طفلة لديك؟ Hur många flickor har du? Hur många flickor har du? لدي طفلتين. لدي طفلتين. Jag har två flickor. Jag har två flickor. كم طفل لديك؟ كم طفل لديك؟ المقصود فيها كم ولد لديك؟ Hur många pojkar har du? Hur många pojkar har du? لدي ولدين. لدي ولدين. Jag har två pojkar. Jag har två pojkar. كم عمرك؟ كم عمرك؟ Hur gammal är du? Hur gammal är du? عمري 50 سنة. عمري 50 سنة. Jag är 50 år. Jag är 50 år. ماذا تدرس؟ ماذا تدرس؟ Vad studerar du? Vad studerar du? أنا أدرس السويدية أو أنا أدرس اللغة السويدية. Jag studerar svenska. Jag studerar svenska. Lofsson. Vilket fint väder idag. Vilket tråkigt väder idag. Vilket ruskigt väder idag. Vilket dåligt väder idag. Vilket soligt väder idag. Vilket regnigt väder idag. Vilket molnigt väder idag. Vilket disigt väder idag. هلا رح ننتقل لجمل أخرى بتتعلق بموضوع الجو أيضا. رح نقول لقد كان الشتاء طويلا هذا العام. لقد كان الشتاء طويلا هذا العام. Det var en lång vinter i år. Det var en lång vinter i år. آمل أن يكون الصيف أفضل. آمل أن يكون الصيف أفضل. Hoppas att sommaren kommer att bli bättre. Hoppas att sommaren kommer att bli bättre. أنا غالبا ما أكون مريضا في الشتاء فأنا لا أحتمل البرد. أنا غالبا ما أكون مريضا في الشتاء فأنا لا أحتمل البرد. Jag är ofta sjuk på vintern. Jag är ofta sjuk på vintern. Jag tål inte kylan. Jag tål inte kylan. أنا لا أحتمل الحر كذلك. أنا لا أحتمل الحر كذلك. Jag tål inte värmen heller. Jag tål inte värmen heller. لقد قالوا في التلفاز يوم أمس بأن الجو سيكون غائما وبدون مطر. لقد قالوا في التلفاز يوم أمس بأن الجو سيكون غائما وبدون مطر. Det sa igår på TV att vädret kommer att bli molnigt med uppehåll.
De sa igår på TV att vädret kommer att bli molnigt med uppehåll. الأنباء الجوية تبين أن الجو سيكون صافياً وبدون مطر. الأنباء الجوية تبين أن الجو سيكون صافياً وبدون مطر. Väderprognosen visar att det kommer att bli klart och uppehåll. Väderprognosen visar att det kommer att bli klart och uppehåll. أو ممكن تكون الجملة مشمس في أغلب الأحيان. مشمس في أغلب الأحيان. Mest soligt. Mest soligt. صحو إلى غائم جزئيا. صحو إلى غائم جزئيا. Klart till halvklart. Klart till halvklart. احتمال تساقط مطر أو ثلج. احتمال تساقط مطر أو ثلج. Risk för nederbörd. Risk för nederbörd. سحب متفرقة. سحب متفرقة. Enstaka moln. Enstaka moln. مثلج. مثلج. Snöigt. Snöigt. ممطر أحيانا. ممطر أحيانا. Tidvis regn. Tidvis regn. زخات مطرية. زخات مطرية. Regnskurar. Regnskurar. احتمال تساقط برد وثلج. احتمال تساقط برد وثلج. Risk för hagel och snö. Risk för hagel och snö. طبعا قصدنا بالبرد هون هي حبات البرد. لقد بلغت درجة حرارة الجو 8 مئوية تحت الصفر يوم أمس. لقد بلغت درجة حرارة الجو 8 مئوية تحت الصفر يوم أمس. Igår var det 8 grader kallt. Igår var det 8 grader kallt. غدا سيكون الجو أكثر دفئا. غدا سيكون الجو أكثر دفئا. Imorgon kommer det att bli lite varmare. Imorgon kommer det att bli lite varmare. Hej, فهي حترد علي بدورة وتقلي. Hej. هي أكيد أول جملة لح نتعرف عليها اليوم. ماريا لح تبدأ بذكر الكلمات اللي أنا حأحكيها باللغة العربية وهي حتحكيها بعدي مباشرة باللغة السويدية. لح نعيد كل كلمة مرتين لحتى تترسخ بشكل أكبر بأذهاننا. لح نبدأ مع مرحبا. مرحبا. هاي. هاي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هيدو. هيدو. أراك قريبا. أراك قريبا. Vi ses snart. Vi ses snart. أراك غدا. أراك غدا. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. كيف الحال؟ كيف الحال؟ Hur mår du? Hur mår du? أنا بصحة جيدة. أنا بصحة جيدة. Jag mår bra. Jag mår bra. أنا اسمي مازن. أنا اسمي مازن. Jag heter Mazen. Jag heter Mazen. أنا أتعلم اللغة السويدية. أنا أتعلم اللغة السويدية. Jag studerar svenska. Jag studerar svenska. أنا أحب السويد. أنا أحب السويد. Jag älskar Sverige. Jag älskar Sverige. أنا أتحدث العربية فقط. أنا أتحدث العربية فقط. Jag talar bara arabiska. Jag talar bara arabiska. أنا أتحدث العربية والإنجليزية. أنا أتحدث العربية والإنجليزية. Jag talar arabiska och engelska. Jag talar arabiska
och engelska. Anna jittu min Suria. Anna jittu min Suria. Jag kommer från Syrien. Jag kommer från Syrien. Anna jittu min al-Iraq. Anna jittu min al-Iraq. Jag kommer från Irak. Jag kommer från Irak. Anna jittu min Lubnan. Anna jittu min Lubnan. Jag kommer från Libanon. Jag kommer från Libanon. Anna jittu min Libya. Anna jittu min Libya. Jag kommer från Libyen. Jag kommer från Libyen. Anna urid an a'rifa an. Urid an a'rif an. Jag behöver veta. Jag behöver veta. هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ Kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa mig? كيف يمكنني الوصول إلى؟ كيف يمكنني الوصول إلى؟ Hur kommer jag till? Hur kommer jag till? سررت بلقائك. سررت بلقائك. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas. Anna kuntu a'mal fi. Anna kuntu a'mal fi. Jag arbetade i. Jag arbetade i. Anna talib. Anna talib. Jag är student. Jag är student. وهلا لو حبينا انه نسال سؤال عن مكان معين، يعني نحن بنعرف عنوان المكان وحابين نسال شخص انه يساعدنا عن هذا العنوان، فانا حاسال اين هو هذا المكان؟ اين هو هذا المكان؟ Var ligger den här platsen? Var ligger den här platsen? شكرا شكرا تاك تاك شكرا جزيلا شكرا جزيلا تاك سو ميكي تاك سو ميكي انا اشتقت لعائلتي انا اشتقت لعائلتي جاغ ساكنر مين فاميلي جاغ ساكنر مين فاميلي شكرا لمساعدتك شكرا لمساعدتك تاك för hjälpen. Tack för hjälpen. Anna urid an a'mal. Anna urid an a'mal. Jag vill jobba. Jag vill jobba. Urid mutarjim lil arabia. Urid mutarjim lil arabia. Jag behöver arabisk tolk. Jag behöver arabisk tolk. Anna a'ishu fi Värnamo. Anna a'ishu fi Värnamo. Jag bor i Värnamo. Jag bor i Värnamo. وهلا إذا شفت حدا مريض وحابب إنك تقول له مثل معافى أو إن شاء الله بتشفى بشكل سريع فحنقول Krya på dig. Krya på dig. أما إذا في حدا عطس فعادة نحن بنقول يرحمك الله ولكن بالسويدية هن بيقولوا بروسيت بروسيت أخيرا إذا بدنا نقول تهانينا يعني في شخص في شيء معين صار معه سعيد فبدك تقول له تهانينا فبتقول له جراتيس جراتيس وهي هي كل الكلمات اللي أو الجمل اللي حابين إنه اليوم كنا نعرفكم عليها نتمنى أن تكون سهلة بتمنى أنكم ترجعوا تعيدوها مرة ثانية هي حتكون بسيطة جدا لو أنكم جربتوا تسمعوها أو حطيتوها على الموبايل نتمنى هالدرس يكون سهل عليكم إن شاء الله رح تفيدكم كتير هالجمل والكلمات نتمنى لكم أنا وماريا متابعة طيبة لهيك بدنا نقول لكم أنا وماريا
هيدو.